لبكير. هذه عادة من زاوية أخرى، وهذا توغل من زويرة الذوادي، وهذا الاحتكاك مع المدافع، مدافع على أمل، ولو أنها لو كانت يعني من زاوية أقرب بالتأكيد كانت أوضح الكرة. المهم أنه لاعبي الأمل لم يناقش قرار الحكم محمد الهادي بكير، وضربة الجزاء نترك المجال بعد ذلك لاختصاص التحكيم عادل زهمون. انطلاق قد تنفيذ ضربة الجزاء لمويبي، والهدف الأول للنادي الإفريقي. الهدف الأول للإفريقي يوسف المويبي كالعادة مع هذه النظارات التي دائما يقوم بها. هذه الحركة بعد تسجيل الأهداف يوسف المويبي يفتتح التسجيل وتكون أولى أهداف المباراة الإفريقي. الحارس بيوث في جهة أو حتى في الليك أون في فرنسا، لكن في تونس لم نتعود مثل هذه الكرات وهذه المخالفات، والمخالفة واضحة والمسك واضح، وتدخل مجاني من المدافع محمد أمين بن إسماعيل على المدافع خالد الزعيري، يكلفه البطاقة الصفراء ويكلف فريقه ضربة جزاء ثانية قد تكلفه الهدف الثاني في هذا الشوط الثاني من المباراة. ننتظر التنفيذ من أسامة السلامي أمام الحارس حمدي بيوض، فعلها المويبي في الفترة الأولى ووضع الكرة على يسار الحارس، ولان السلامي يتقدم ومرة أخرى على يسار الحارس. ثاني هدف المباراة، الثاني للإفريقي. أسامة السلامي يضع الرجل فوق الرجل ويتكئ على قائم مرمى الحارس حمدي بيوض ويعلن الهدف الثاني للنادي الإفريقي مع تفاعل جماهير مدرجات ملعب المنزة. الهدف الثاني للنادي الإفريقي في هذه المباراة بثنائية من ضربتي جزاء، أحكم في الأولى تنفيذها يوسف المويبي ووضعها في الثانية. المفارق بين الأول وبقية الفرق، أيضا الأمور المالية، هذه مخالفة للمرمى، حمسوسة في المرمى. الهدف الأول يا أبو الحمسوسة، الهدف الأول للأمل، يعيد به الأمل لجمهور الأمل في هذه اللحظات من الشوط الثاني من المباراة. الهدف الأول ليامل حممسوسة بإمضاء اللاعب فاخر المنصوري. فاخر المنصوري يضع الكرة في زاوية مستحيلة على الحارس سامي النفزي، بكرة على طريقة الكبار، على طريقة شنايدر ورونالدينو، لم يترك الحل لحارس الإفريقي، حتى جوليو سيزر حارس الإنتر لا يمكنه التصدي لهذه. رقم اللاعب اللي سجل هدف رقم 7 حمود المعمري على ما أظن. حمود المعمري كان سجل الهدف الأول للأولمبي الباجي، فعلا حمود المعمري هدف يعني في هجوم معاكس للأولمبي الباجي. حمود المعمري في الدقيقة 23 يحقق الهدف الأول للأولمبي الباجي، يعاد العملية. فما تباطأ شوية في الدفاع، فما ارتباك، زوز لاعبين من النجم سقطوا على الميدان. استغل الكرة اللاعب نزار قربوش، دخل منطقة عمليات ماهد في مرة أولى ثم في مرة ثانية. إبراهيم كامارا صوب، رجعت من الدفاع حمود المعمري بالرجل اليسر بالرغم من وجود ثلاثة لاعبين وحارس مرمى، والكرة اصطدمت بالعارضة ودخلت للشباك. إعادة للعملية، هدف الأولمبي الباجي. كيفاش تحكم على الهدف هذا؟ يعني الأولمبي الباجي كان منكمش شوية للوراء، لكن في هجوم معاكس تمكن. كل صراحة نقولوها، الخلق الفارق هو نزار قربوش، المهاجم هذا اللي عنده حنكة وعنده حاسة شم قوية، يتبع الكرة بالكدا. صحيح. على كل اللقاء ميزان متواصل، كل شيء ممكن كما قلنا. وأيمن عبد النور باش يكون حارس المرمى باعتبار وأنه استوفى حقه من التغييرات المدرب محمد فخير، وأيمن عبد النور هو حارس مرمى النجم وباش يكون في المرمى لي امام صابر المحمدي في تنفيذ ضربه الجزاء. اعاده العمليه، كانت الكره في طريقها للركنيه لكن محمد بودربالة خطا على كل من حارس المرمى، خطا تقديري، ويتقدم صابر المحمدي. صابر المحمدي يتقدم والهدف الثاني، الهدف الثاني للاولمبي الباجي، الهدف الثاني للاولمبي الباجي في توقيت 86 دقيقة لعب. 86 دقيقة لعب، يضيف صابر المحمدي الهدف الثاني. فرحة جماهير الأولمبي الباجي بهذا اللقاء. إعادة للعملية،